كمال سيادة النائب، اهلا وسهلا بيك. اولا فرصة سعيدة انك تطلع معايا، حقيقة فترة طويلة لي. انت شرف وانا بحاول من فترة طويلة شرف يعني لي. لكن القضية الفلسطينية يبدو انها استدعتك، والتطورات التي تشهدها حاليا وما ينعكس على اوضاعنا في مصر، كيف ترى الصورة الراهنة؟ يعني انا حبدأ بالنتيجة وبعدين احللها. يبدو ان اسرائيل مر عليها 50 سنة ونسيت معدن الشعب العربي المصري، وانه لقنها درس تصورت انها في غفلة من الزمن في 67 انها حطمت هذا الشعب. وقالوا انه خط برليف اللي هينزل المية الاول النبل ما هتغرقه وتحرقه، وخط برليف الذي لا يقهر والذي مش عارف ايه، والقوات الجوية التي لا حد لها في هذه، والجيش المصري بالأسلحة التقليدية وأبناء العمال والفلاحين كسر هذا الاعتقاد وعراه وبكت جلدة مئير وانتهى دور ونجم موشى ديان. هذا هو الشعب المصري، يبدو أنه 50 سنة نست، ففكرها أبنائنا العرب الفلسطينيين فكروها تاني بعد 50 سنة. ليه؟ لأنه في حاجة اسمها قوة الحق تخلق عندك استرجاع حقك. احنا استرجعنا حقنا في وكرامتنا في 73، وولادنا الفلسطينيين الآن كل لحظة بيسترجعوا كرامة ويرفعوا هامة الأمة العربية رفعا عاليا. كل بيت عربي فخور وهو متألم انه ثمنها غالي من قتل العزل، إلا انه بيدي إسرائيل درس آخر وبيفضح القوى العالمية اللي كسرت دماغنا بحول إنسان و إلى آخره. تصور في فرنسا أم الحريات تمنع وتفرض عقوبات على أي مظاهرة تأيد الشعب العربي الفلسطيني. ده شأننا. أنت نائب ونائب قديم وقدير وعارف أن تقسيمة اللجان، يقول لك لجنة العلاقات الخارجية، لجنة العلاقات الإفريقية. عند العلاقات العربية ما قالش العلاقات، يقول لك لجنة الشؤون العربية. كأن كل ما يحدث في أي قطر عربي هو شأن مصري، ما يحدث في أي بلد عربي يتعامل معه البرلمان والشعب المصري كما لو كان بيحدث في الإسكندرية وقنا وأسوان ومطروح، وله شأن داخلي. هذا هو الشعب المصري مهموم بالشؤون العربية وعلى رأسها الشأن الفلسطيني. من هنا كانت الخريطة مش واضحة أو مش عايزة تفهم إسرائيل. غرور نتنياهو أعمى. كل يوم بيتقتل شهيد أو 2 أو 3 أو 4. استباحة، ما يمرش على أسرائيل ما تعمل كده. يعني كان لابد هذا التراكم الكمي من الظلم أن يؤدي إلى تغير كيفي في الحركة. إذن هل نحن أمام محاولة جديدة لإعادة إنتاج صفقة القرن؟ لا أعتقد أن صفقة القرن هتتم. وأنت زميلي وبعتز بوجودك. في يوم 1 أغسطس